اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا انا كنتواجدو حنا هنايا بالتروطوار ديال شوارع العاصمة الاقتصادية، يعني مهرس والناس ما كيلقاو منين يدوزو، ما كيلقاو يعني التروطوار يعني مهرس كله تقريبا. فنورمالمون البلاصة ديال الرصيف راه مخصصة الناس للراجلين، طبيعة الحال هذا كيسبب يعني واحد المشكل اللي هو كبير، خصوصا بالنسبة للناس يعني اللي طبعا راه التروطوار كيدوزو من الناس يعني عاديين، ناس مداوية احتياجات خاصة، الناس اللي طبعا كيكونوا بصار، فخصنا نراعيو بزاف ديال الامور. فحشومة عيب نشوفو في شوارع العاصمة الاقتصادية لواجهة المغرب على الاقتصاد المغربي القوى بهذا الشكل هذا. طبيعة الحال هذه من الكوارث الكبرى اللي موجودة دابا حاليا هنايا بشوارع باريس. كما كتلاحظوا معنا تلقاو التروطوار داير بهذا الشكل هذا، مهرس من الجناب، مهرس من كل بلاصة، مشقق، راه كارثة كبيرة. مازال كنشوف هذا الشيء هذا في شوارع العاصمة الاقتصادية أو الأرصفة ديال العاصمة الاقتصادية أو التروطوار ديال العاصمة الاقتصادية، هذه كوارث كبرى. وبلا ما طبعا بلا ما نتكلموا على الاشغال اللي ولات مكتسحه يعني العاصمه الاقتصاديه بدون فائده مع الاسف. وكذلك بلا ما نتكلموا على البقع الارضيه اللي كتكون خاويه ولات عباره عن مزبلات، ولات عباره عن المأوى ديال المتشردين، والرائحه طبعا جد كريهه، يعني مجموعه ديال البقع الارضيه اللي خاويه وكيطرا فيها هادشي هذا، كتعمر بالازبال وما كان بالنفايات. هادشي حشومه وعيب مازال كنشوفوه هنايا بشوارع العاصمه الاقتصاديه مدينه الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام هنايا من امام شارع باريس بوسط المدينه، مركز المدينه، يعني قدام ساحه الحمام تقريبا. مشكلة التروطوار اللي مهرس والناس ما كيلقاو منين يدوزو وسط المدينه. طبعا شكون المسؤول على هذا الشيء هذا؟ حنا كنتمنى طبعا النداء ديالنا يوصلنا للمسؤولين ويتعالج هذا الامر هذا بشكل يعني مستعجل. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، على امل التقي بكم بث اخر بحول الله. الى اللقاء.